ما فينا كمان نحكي عن التحول الرقمي من دون ما نتكلم عن موضوع مهم، ألا وهو موضوع الإجراءات، مكننة الإجراءات، إدارة الإجراءات، تحليل الإجراءات، قياس الإجراءات. كل هذه العملية الإجرائية اللي بتتم لما يكون في عندك بيزنس بروسس هي كتير مهمة لعملية التحول الرقمي. ففي عدة مفاهيم هون الواحد بده شوي يتعلمهم قبل عم نحكي فيهم. في شيء بنقول له نحن بروسس، في شيء بنقول له نحن ورك فلو، في شيء بنقول له الار بي اي الروبوتك بروسس اوتوميشن، في شيء بنقول له نحن البيزنس بروسس، في شيء بنقول له البيزنس بروسس مانجمنت، البيزنس بروسس اوتوميشن. كل هالامور متعلقة بمكننة وإدارة الإجراءات وقياس مدى فعاليتها. يعني خذ على سبيل المثال بالحكومة إذا المواطن بده يروح يقدم طلب تجديد جواز السفر أونلاين، يعني أول خطوة بده يعملها بده يعبي طبعاً بعد ما يعرف وين موجودة الويب سايت تعيد هذه الخدمة، بده يعبي نموذج إلكتروني، بده يعبي فورم. هذا الفورم يمكن يرفق معه بعض المرفقات الثبوتية. هذا الفورم بده يروح يوصل لخوادم الحكومة، لسيرفرات الحكومة. هذا النموذج، هذه الخدمة بدها بالتأكيد تدخل بشري حتى يكون في موظف يستلم المعاملة ويتأكد منها ويتحقق منها، ويمكن يسأل بعض زملائه، ويمكن يرفعها لمنصب أعلى منه ليوافق عليها أما يحط تعليقاته عليها. ففي عندي جزء من الورك فلو من البزنس بروسس تعيد هيدي الخدمة بده يكون في تدخل بشري، بده يكون في موضوع تواقيع وامضاءات وسلطه ممنوحه لشخص معين لحتى يوافق على تجديد جواز السفر هذا. فالموضوع الاجرائي يعني الخدمات الحكوميه سواء كانت عم نحكي الكترونيه ام يدويه بدها بالباك اوفيس بالجهه الخلفيه بدها مجموعه من الاجراءات. ضروري التحول الرقمي انه يتطرق لكيفية مكننتها، لكيفية تحليلها، لكيفية قياسها. هون بيدخل عنا موضوعين، بيدخل عنا الروبوتيك بروسس اوتوميشن، الاجراءات اللي ممكن الروبوتات تساعدنا، يعني التعلم الالي اما الروبوتات المحادثة تساعدنا بهذه الاجراءات، وهذه الاجراءات عادة بتكون صغيرة ما بتكون معقدة مثل تجديد جواز سفر. وفي عنا البزنس بروسس مانجمنت، بزنس بروسس اوتوميشن. هون بده يكون في كل موظف عنده تاسك ليست، يعني لائحة مهام إلكترونية رقمية، بيعمل كليم لهالمهمة، يبدأ العمل عليها، يرسلها إلى الذي أعلى منه والمخول بسلطة منح الجواز كله إلكترونيا طبعا، وتعود المعاملة إلى المواطن إلكترونيا، يمكن عبر إشعار بالإيميل أما عبر إشعار بال الواتس اب هلا فور بزنس تليجرام اللي بدك اياه. بشوف المواطن اذا المعامله اكتملت ممكن يروح يحصلها من مقرات الامن العام، اما اذا ما اكتملت المعامله بزيد تعليقات، بيدفع الرسوم وغيره من الاجراءات. فالحديث عن التحول الرقمي يجب ان نتطرق الى دراسه الاجراءات ورقمنة الإجراءات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.